انت ما كتير تنبسطي هالمره، زمطتي مرتي جاي امك الا ما تعرف الحقيقه. ايه لوقتها فرج ورحمه. لونا عم بقول لك لازم تلاقي طريقه تخلصي من هالكذبه. بتمنى مضطره الاقي شيء، الطريقه اجت لحالها على اجريا. بكره بتقولي لونا هالت. طب وبعدين معك انت، امتى رح تهدي؟ لك مش شايفه اهلك على قنيه بقصه ماريا؟ مش ناقصهم مشاكل بقى. حبيبتي انا اللي عم جيب مشاكل؟ انا من حقي احب واقضي وقت مع اللي بحبه، هن ما عم بيفهموا هيدا الشيء. بعدين اللي رح يجيب مشاكل هو بيك مش انا. لك هيدي تاني مرة عم بتجيبي هالسيرة، رح تخبريني شو فيه ولا لا؟ بعد رح خلي بيك هو يركض ويقنع الماما بميار، هو رح يزبط للقصة. بتراهني؟ لك على شو خبريني بقى؟ بيك عم بعشق على امك، عملنا حاله البي المثالي والعائلة المثالية، هو عم بيروح ويجي مع وحدة تانية. شو عم تحكي؟ هيدي كذبة مثل كذبة مجد ولا شو؟ شفته بعيني حبيبتي، شفته بعيني. بقى ما بيطلع له يفتح تمه بكلمة، لأنه وحياة الله وقتها بفتحه فضيحة. ليصير ميار حبيبي قدام الكل، بكرة بتشوفه وما حدا يقدر يفتح تمه بكلمة. طب ما هو أمك مش ملاحظة؟ مين هي؟ حذاري. قولي لي مين؟ حدا من النسوان اللي منعرفهم؟ فاتن إما للست الحسن اللئيمة